روتين معين. نعم. فما زي ما يرجع على الروتين هنا. ما يحب الروتين، يحب يعيش حياته بطريقته الخاصة وكيف ما اتفق زي ما قال. تمام، بدون تخطيط. بدون تخطيط. إيه هذه بعض العقليات. هذه العشوائية. إيه. هذا اللي تأخرنا للأسف. نعم. أنا أقول وجهة نظري إنه إحنا في حياتنا عندنا جانبين، عندنا الجانب الروحي والجانب الدنيوي. دائما وابدا هي تتماشى مع بعض. الجانب الروحي عبادتنا، صلواتنا، صلاتنا بالله سبحانه، والجانب الدنيوي اللي قضيه رزقنا ومعاشنا امورنا. تمام. فهنا اذا هل الاثنين استطعنا ان نوفق ما بينهما في قضيه ما يسمى بالخطه او الخطط الاستراتيجيه او تحديد الاهداف، هنا سوف ننجح. على سبيل المثال انا مثلا احنا للاسف عندنا مضيعات مثل ما قلت لك، افساد الخطط كثيره. من اهم افساد الخطط ومضيعات الوقت هي قضيه التسويف. بكره لا، بعده لا، ايضا الحياه. انا مثلا مرتب اني انا، احنا على فكره ترون انا بنطل جانب مهم له علاقه، لو جينا لركائز الصحه، الصحه اللي هي تعين الانسان على قضيه المعاش وعلى قضيه الصلاه والعباده، عندنا ركائز مدمرات للصحه. اول شيء السهر، والسهر هذا يدخل في اداره الوقت، وهو انه انت لا تعتمد لنفسك ساعه محدده في انك مثلا على سبيل المثال صلاه العشاء او قبل 10، يقال هناك ساعه قبل صلاه قبل الساعه 10 تعادل 4 ساعات نوم في النهار. تمام. فانا هنا مثلا ما اجي مثلا مخطط اني انا والله بنام الساعه 10 ويجيني ابو احمد، هنا الحياه يفقدني قضيه ايش؟ التخطيط. اقول والله جاني ابو احمد الليله استحي، وبالتالي اجلس لين 12، واذا جلست 12 تعودت على نوم غير مبكر، وصرنا في قضية الحياة نخرب عاداتنا اللي هي من أساس خططنا الاستراتيجية اللي مخططينها. فبالتالي أنا أقول إنه عندنا ركائز مهدرات الصحة أو المؤثر على الصحة، عندنا السهر، وعندنا الأكل اللي تحدثنا قبل شوي، الأكل الغير صحي والغير منتظم، اللي أحيانا الأكلات السريعة اللي إحنا قاعدين فيها الآن لأولادنا، هذه من المؤثرات ومن ركائز الصحة اللي هي السلبية للأسف وليست الإيجابية. وعندنا بارك الله فيك من أيضا عدم ممارسة الرياضة، وهذه أنا قاعد أقول لكم في إدارة الوقت، ضمن إدارة الوقت مفترض أن يكون عندي وقت ورد لقضية مثلا القرآن، هنالك ورد أيضا أو مجال معين للرياضة كصلاة الفجر. مثلا صليت الفجر انطلقت لمدة نص ساعة لمدة ساعة، هناك برامج الآن تعيننا على قضية كم خطوة تمشي وكم كيلو تمشي. إذا أنت قرنت مثلا بعدت عن السهر وحطيت لك برنامج رياضي، حطيت لك برنامج غذائي مميز، لأنه ليس كل غذاء غذاء، هناك غذاء سام وهناك غذاء إيجابي مفيد جدا، هذه الثلاثة سوف تعطيك صحة جيدة. الصحة الجيدة هذه تمنحك ماذا؟ تمنحك من قضية أنه أنا أعمل وعندي الجانبين، هذه أستطيع أن أوفق بينها، الجانب الروحي والجانب اللي هو طلب الرزق والمعاش. لكن متى تكون؟ تكون موجودة معي إذا كنت أنا مصح، أنا عندي صحة، أنا حافظت على صحتي. فحياتنا كلها تقريبا مثل الدائرة، مرتبطة مع بعضها البعض، منظومة مرتبطة مع بعضها، الصحة، إدارة الوقت، اللي كنا نتكلم فيها لقضية التخطيط، كل هذه الأشياء ترى مرتبطة مع بعضها البعض. وبالتالي إذا ما كانت هذه المنظومة عند الإنسان جميلة ورائعة وواضحة، ثق تمام بإذن الله أنه سوف يحقق ما نسمو ونسعى إليه، وهو السعادة اللي أنت كنت تتحدث عنها في بداية حديثك. الله يعطيكم العافية، شوف إني طولت أنا، لكن لعل الشباب لا لا، هذا عندنا التخطيط، عندنا محمد اسمه التخطيط، عندنا أخونا من الكويت.